معنا دلوقتي دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. أهلا وسهلا دكتور أشرف. أهلا بحضرتك. اتفضل فندم. أهلا بحضرتك. ممكن نعرف من حضرتك الترتيبات الخاصة باختبارات القدرات في الجامعة عندكم، وطبعا عشان ازاي نتجنب الطلاب أو نحمي الطلاب من كورونا، من فيروس كورونا ومن احتمالات حتى العدوى. أنا وحضرتك تقابينا، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن الموقع بتاع الحج بتاع الامتحانات أو امتحانات القدرات كلها حاجة إلكترونية. الولاد حجزوا مواعيدهم والناس بتيجي على المواعيد بتاعتهم. المفروض ان كافه الاجراءات الاحترازيه خلاص، يعني سواء كان طلاب او عاملين او اعضاء التدريس، الناس خاضوا التجربه كذا مره سواء كان في الامتحانات او الدراسه، وبالتالي يعني قصه تطبيقها بقت خلاص ثقافه الناس اتعودت عليها. تمام. ان شاء الله ما يحصلش مشاكل والدنيا تعدي باذن الله يعني ان شاء الله. طيب ايه النصايح او ايه المعلومات اللي حضرتك تحب تقولها دلوقتي بالنسبه للطلبه او بالنسبه للاهالي للطلبه اللي بيتقدموا لاختبارات القدرات؟ يعني بصي حضرتك، احنا طبعا في جزء من الامتحانات بيقيس قدرات، يعني زي الحاجات بتاعه التربيه الرياضيه او في الفنون الجميله او التربيه الموسيقيه، وبالتالي الناس ما تروحش لهذا الا اذا كان عندها فعلا القدره. صحيح. يعني الموهبه موجوده يعني. الجزء بتاع يعني يمكن احنا ما بناش اعلام ولكن عندنا تنظيم وعندنا سياحه فنادق، فجزء منها بيعتمد على معلومات اكثر وقدرات شخصيه بقى في الكاريزما بتاع الطالب او كده، فدول ممكن الناس تخوض فيها. يزود معلوماته كويس ويرى كويس وبعدين يخش. ممكن هو يقدم في اكتر من حاجه، ممكن مفيش مشكله ان هو يقدم في اكتر من حاجه، يلتزم بالمواعيد، يلتزم بالاماكن اللي المفروض يروح فيها ويتبع التعليمات اللي موجوده، ده مهم. غير كده مش عايزين يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا. ان شاء الله. طب دكتور اشرف، زي ما حضرتك ذكرت يمكن فكره الرقمنه او الخدمات الرقميه، جامعه المنصوره مش اول مره يمكن عملت الخدمات مختلفه على مدار السنوات السابقه، وهي من الجامعات المحترمه جدا واللي ليها ترتيب على مستوى العالم وعلى مستوى العمليه التعليميه في مصر، ترتيب كويس جدا الحقيقه. لو حضرتك تطلعنا ايه الخدمات الموجوده اللي بيقدر الطلاب ان هم يتعاملوا من خلالها مع الجامعه، سواء عشان الفتره دي كورونا او بصفه عامه من خلال العمليه التعليميه. يعني بص حضرتك، هو زي ما قلت لحضرتك خلاص هم بيخشوا على الويب سايت. انت لو بتتكلم عن امتحان القدرات، مش بس مش بس امتحان القدرات يا فندم، يعني يمكن حتى العمليه التعليميه يعني فكره، هل هيبقى في لجوء التدريس عن بعد السنه دي؟ يعني هل هيكون في مزج بينه وبين الحضور؟ يعني هتتعاملوا ازاي مع العمليه التعليميه السنه دي؟ يعني احنا بس زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني احنا كجامعة المنصورة يعني الثقافة الالكترونية دي موجودة عندهم من زمان. احنا يمكن موجود موبايل اب لاعضاء التدريس وللطلاب. الموبايل اب بتاع الاعضاء بالنسبة للطلاب يعني بيعرفوا منهم مواعيد المحاضرات، بيخشوا على المنصة الالكترونية، المنصة الالكترونية دي بتخليهم بيخشوا باليوزر نيم على المحاضرة نفسها. جزء من الامتحانات تم الكتروني السنه دي، كل تصحيح كان تصحيح الكتروني. بالنسبه للولاد اللي بيروحوا العيادات الخارجيه ممكن يتاحوا ان هم يحددوا مواعيد الكشف بتاعهم برضه من خلال الموبايل اب بتاعهم، يروحوا في الميعاد عشان نقلل كل الكلام ده موجود. عضو هيئه التدريس بيخش يشوف جدوله، ممكن يعرف المرتب بتاعه نزل ما نزلش. حتى الناس اللي بتيجي من القاهره ومن الاسكندريه وبتحجز الفيزات بتاعتها عن طريق الموبايل اب داون، دي نفس الحكايه الخدمات الصحيه ده موجود من خلال الموبايل اب. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره، شكرا لحضرتك على كل التوضيحات دي، ونتمنى ان الموضوع يكون معمم طبعا في كل الجامعات.